حلوة البدايات ويبقى كلها حكايات. معك احمد الغندور مقدم برنامج الدحيح. لا تتخيل قد ايه انا سعيد اني شايفك دلوقتي، بس الكون بتاعنا طاقه فيه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، والنبي تيجي ورحمه ابوك تيجي لو سمحت. انا خاطر شكرا جدا، صباح الفل. النهارده هنتحدث عن الحرب العالميه الاولى. هذا المرض ايها المشاهد الجميل تسبب في عدوى اكتر من 500 مليون شخص حول العالم. يا ريتني كنت مبتدئ عشان اعرف اخد ضمه. فكره الشخص اللي في صوره بشري لكنه بيمتلك قوه خارقه كانت دايما فكره مبهره للانسان. لما تبقى عصفور بياكلوك، ولما تبقى اسد بيحترموك. ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تستنى لحد ما الساعة 9 تيجي عشان تبدأ اي حاجة في حياتك. ابدأ. هو الجو حرر كده ليه؟ ايه ده؟ حاجة خدت الخيار عزيزي المشاهد، ما اقصدش الخيار، اقصد المعلومة. هات. شكرا. انا كنت احب المصادر، هي كانت تحب واحد زميلنا في الجامعة. انا مش لاقي حد اديله جينات. ايه ده يا جدع؟ كل ده وجع يا حاج. العالم فيه 8 مليار بني ادم، انا اللي هنافسهم كلهم. انا اذكى من اينشتاين يا جدعان. يا بركه دعاك يا يا مستعمر. مش فاهمين حاجه خالص. مش اول مره بقى فاهم حاجات خدت نوبل وما خدهاش. فيجي الدحيح الجميل اللي بيخفف علينا الضغط ويكلمنا في العلوم والاكتشافات ويذكرنا باننا ما بنشوفش المصادر. طبعا واحد يقول لي معلش يا ابو حميد انا مش فاهم يعني ايه انزل بص على المصادر. وتشغلها الحلقات اللي فاتت، الحلقات الجايه تنزل تبص على المصادر. انت رايح فين؟ إيه؟ مش هنا المصادر، تحت المصادر، تحت تحت. بس فيني احكي معك باللبناني، بس هيدا منو شيف لبناني. ها تجيني تلاقيني لسه بخير. الحقيقه بس مش لابس نظاره، برضو صايع سياحه شطاره. اصدقائي وفانزاتي على انستغرام، انا جوزيف ستالين، ودي الصفحه الرسميه بتاعتي. دنيا دي فيها كم بليات شوز.